دينا بتقول ان الجو هيكون شديد البروده مساء، وده ممكن يكون يعني سبب من اسباب انتشار الفيروسات. مصر قامت بدور كبير في توفير لقاحات كورونا لكل المهاجرين اللي موجودين على ارضها بدون اي تمييز، وده كان مثار اشاده من كبيره من منظمه الصحه العالميه في المؤتمر الاخير اللي نظمته. نتابع. أشادت منظمة الصحة العالمية بدور مصر في مساعدة المهاجرين والنازحين على التطعيم بلقاح كورونا، وأعلنت المنظمة أنها تعمل على توفير اللقاحات بالتعاون مع الشركات الأخرى، وأن التحدي كبير لتوفير التمويل الكامل والوصول إلى بعض الأماكن، حيث إن هناك 17.5 مليون مهاجر بإقليم شرق المتوسط، بالإضافة لوجود 21 مليون نازح، وهو ما يمثل مشكلة نعاني منها. وشددت منظمة الصحة العالمية على أن الاستجابة لكورونا ليست مسؤولية الحكومات والشركات وحدهم، وإنما تتطلب اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره، ولذا يعد إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أمراً بالغ الأهمية للاستجابة لكورونا وحالات الطوارئ والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة.